الجزائريين الحسين عليه السلام. أودوا إلى أخبار السياحات وبالغوا بحقوق عامة الناس، فلا زال الطريق لم ينتهي، فلا قانون أقر بمصداقية كي تفرح بالانتخابات القادمة، ولا مفوضية أعدت من رحم النزاهة والشفافية، فالوضع القائم كما هو عليه، والخاسر الأكبر هو من يطعن في الثورة والثائرين. فإننا نعلم أن الثوار لم يقوموا بتأسيس أي حزب ولا شرعية لأي حزب يستخدم صفة الاحتجاج واسم ثورة تشرين، بدل أن تتسلقوا على ثورة الشباب فليكن مشروعكم الوطن وخدمة المواطن. يا أخواننا المرابطون في سوح الاحتجاج، نظموا صفوفكم واعلموا أن عدوكم هم الفاسدين، وأنهم يستفيدون من تفرقكم ويهزمون حين تتوحدون. وعليه ندعو كافة ثوار المحافظات المنتفضة بالحضور إلى العاصمة الحبيبة بغداد ومشاركة إخوانكم في ساحة التحرير لإكمال خارطة الطريق خلال الأيام القادمة، والتشاور في كيفية تطبيقها بصورة واضحة. الرحمة والخلود لشهداء العراق العظيم، والنصر لثورة تشرين ضد الفساد والفاسدين كتب في ساحة التحرير 12/8/2020. عاش العراق حرا أبيا سيدا نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في تفاصيل الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات، كما ظاهر على الشاشة أمامكم. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. مشاهدينا، في عام 2014 تحديدا في يوم 22 من آب حدثت مجزرة مروعة ارتكبتها ميليشيات طائفية بحق مصلين في محافظة ديالى، طبعا يعني في قرية إماموس تحديدا، مجزرة مصعب بن عمير. هذه المجزرة راح ضحيتها 73 شخص قتلوا على يد هذه الميليشيات. طبعا اللي صار بعدها انه طلعت تصريحات من رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، استنكار واستهجان، ويجب أن يعاقب المرتكبو هذه المجزرة عقابا شديدا، ورئيس النواب السابق سليم الجبوري أيضا شجب واستنكر وأدان هذه الجريمة، ورئيس الكتلة الوطنية إياد علاوي أيضا شجب واستنكر وطالب بتدويل القضية. ما حدث بعدها أن الحكومة ألقت القبض على عناصر تابعة لهذه الميليشيات التي ارتكبت هذه المجزرة، طبعا في بلد لا قانون، تم الإفراج عنهم اليوم وفق المصادر المطلعة المؤكدة للإفراج عن هؤلاء الذين قاموا بارتكاب مجزرة مصعب بن عمير. طيب، يعني إذا كان مرتكب الانتهاك يفرج عنه بهذه الطريقة، وهو قتل 73 نفسا من المصلين العراقيين من الأبرياء لغرض طائفي، وهي ميليشيات تحمل سلاح خارج إطار القانون أصلا، كيف يتم إطلاق سراحهم؟ ماذا عن بقية المعتقلين الأبرياء الذين تم اعتقالهم بدون أوامر قضائية، بدون قانون، لا يوجد نص قانوني يبقي كثير من المعتقلين الأبرياء في المعتقلات وفي السجون الميليشياوية والحكومية؟ وحتى هذه اللحظة هناك منهم من لا يعرف ما هي التهمة التي دخل بها إلى المعتقل وبقي لسنوات طويلة. هل مصطفى الكاظمي بمجيئه يحقق العدالة الآن عندما نرى بأن المجرم المذنب يخرج بريئا
ومن هم أبرياء فعلا يبقون في السجون والمعتقلات؟ طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أدانا قرار محكمة التمييز في ديالى ببراءة المدانين بمجزرة جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى في شهر آب عام 2014. طبعا المركز قال إن القضاء في العراق قتل الضحايا مرتين بتبرئته الجنات المتورطين في المجزرة، وأثبت أنه قضاء مسيس وخاضع لنفوذ الأحزاب أحزاب السلطة، وأنه جزء من المشروع الطائفي في العراق. وأضاف أن تبرئة المتهمين بارتكاب مجزرة جامع مصعب بن عمير بقيادة مزهر حاجم الزرقوشي تهدف إلى حماية المجرمين والميليشيات بعد أن بات أحد أذرعها أي القضاء. تابع المركز أن قرار محكمة التمييز في ديالى يثبت صحة التقارير الدولية التي أشارت إلى انهيار المنظومة القضائية وتبعيتها للأحزاب والميليشيات لتحكم فوق أسس طائفية وحزبية. وطالب المركز بفتح تحقيق دولي بشأن عمليات الإعدام الميدانية التي ترتكبها الميليشيات الطائفية والأحزاب السياسية ضد العراقيين. إذن مشاهدينا الكرام، يعني بهذه الطريقة يتم الإفراج عن مرتكبي المجازر في العراق، فكيف يتم التعامل مع الأبرياء داخل السجون ومتى سيفرج عنهم؟ هل هناك أصلا فرصة للإفراج عن المعتقلين الأبرياء في ظل وجود نظام فاسد وقانون فاسد وقضاء فاسد بحسب الرأي الدولي الذي ينظر إلى العراق على أنه دولة تتذيل دائما مراتب الشفافية، النزاهة، العدالة؟ وبالتالي العراق الآن بلد غير صالح لوصفه كدولة، هو مجموعة، يعني هو دولة على الجغرافيا على الأرض، لكن يدار وفق نظام الميليشيات والتحزب والطائفية. معنا الآن السيدة أم عبد الله من الموصل، تفضلي. نعم، بارك الله فيك أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ابني مسجون من 2019 تهمة قيدية. نعم. تهمة قيدية، تهمة يعني حتى المقتول يعني عرفونه أهله من قتله. وقبضنا له محامي، طلع المحامي أخو هذا المقتول أخذ من عندنا 4 ورقات ونطقه وتهمة عليه. المحامي شلون؟ سوى؟ يعني قلب أوراقه وقال يعني هو القاتل، بس هم يعرفون من قتل أخوهم. لحظة يعني يا أم عبد الله، يعني ناس متهمة نعم. ابنكم انه هو قاتل ابنهم. نعم. وهذا الكلام وهذا يعني الكلام هذا الكلام بلا دليل. نعم بلا دليل، نعم. يعني حتى احنا ما نعرفه، هاي تقريبا من 2017 تقريبا من 60 احنا للاسف ولا عرفنا شيء لتهمته ولا عرفنا شيء. نعم. طيب يعني المحكمة اللي حكمت عليه استندت إلى شنو بالضبط؟ ما أعرف، قلت لك ما أعرف، لا شفنا ولا فتنا محكوم ولا رفيع. بعد ما حكم عليه يعني مجرد معتقل. ما هم يعني من عندهم، يعني هم من عندهم يعني قالوا هم اتهم قاتل ابننا، وهم يعرفون من قتل ابنهم. وليش اتهموا بينكم العاد؟ ليش اتهموا؟ والله أخويا ما أعرف، تهمة كيدية ما أعرف ابنهم يعني مصدر. يعني عنده مشاكل وياهم؟ والمشاكل والله محلتنا كلها تعرف، منطقتنا كلها تعرف، يعني مو عاد انه ابني يعني ما له فقد احد ولا يعني هذه يعني ما عنده مشاكل وياهم. لا والله ما عنده مشاكل. لا ليش يتهمون؟ يعني طمعانين بشيء؟ يعني شنو الهدف؟ شنو الهدف ان هم يتبلون عليه ويتهموه هذا الاتهام؟ والله اخوي ما اعرف، هي مصادر، هاي المصادر ما تخاف الله يسوي بالعالم اتهام الاحياء. نعم. طيب جربتوا يا سيدة أم عبد الله أنه تحشون ويا الناس ذولا أهل القتيل تسألوهم عن السبب اللي خلاهم يتهمون بينكم، أو طالبتوا منهم أنهم يتنازلون أو يعفون عنه، يعني يطلبون؟ طردانا، هزموا على بيتنا، طردانا من بيتنا، طردانا طيب. هزموا على بيتنا وإحنا بحالة يكون بالبيت ما شايف بالبيت، وهزموا علينا وطلعنا على المخيمات انهزمنا. يعني طردوكم من بيتكم؟ ايه هزموا على بيتنا، يعني ما نعرف القضية فيني، ما نعرف السالفة فيني. نعم. حتى الزيارة نقدر نروح نزور ابننا ما يخلونا، ما نقدر نروح نزور، ما نقدر نروح. ولغاية هاي اللحظة هم مسيطرين على بيتكم؟ ولغاية هاي اللحظة هم ماخذين بيتكم؟ ايه قاعدين ناس دي. نعم نعم.
وضحت الفكره يا ام عبد الله. يعني هسه الصوره تبينت شويه شويه. اكو طمع اكو رغبه بالاستيلاء على بيتكم يعني. انا خبر يعني حكموها بالاعدام. ما عرفت يعني من ارض سنن يعني اتهموا عليها هي مضبوطه يعني هم يعرفون القاتل ابنهم. يعني يعرفون هم قاتل يعرفون من قتل ابنهم. وحطموا اعدام. نعم. الله يكون بعونكم يا ام عبد الله، والله يفك اسر كل معتقل بريء اتهم ظلما بسبب هذه الوشايات، بسبب التهم الكيديه الباطله. انا اشكرك يا ام عبد الله. يعني واضح من كلام السيده ام عبد الله انه اهل القتيل هم يعني لهم غرض عند اهل السيده ام عبد الله، يبدو طمع بالمنزل، يبدو رغبه بالحصول على هذا البيت او السيطره عليه، لانه هي يعني تقسم بانه ابنها ما له علاقه بالموضوع، واهل القتيل يعرفون من الذي قتل ابنهم، ومع هذا يعني تبلوا ابنها واخوها وطردوهم من البيت. يعني من 2017 الى الان هناك استيلاء على منزل عائله عراقيه بلا قانون. يعني متى سيطبق هذا القانون؟ هل اصلا هناك قانون في العراق؟ السيد ابو محمد من السماوه تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك. استاذ، يبقى مسلسل قتل العراقيين واستنزاف دمهم بعد يوم وما ينتهي هذا الشيء ما دام الميليشيات الروسيه وذيول ايران. نعم. دين. نعم. ف بالنسبه للميليشيات الايرانيه، نعم، باقي هذا الحقد عندهم ويطلبون بالثار لحرب الايرانيه العراقيه اللي استمرت لمده 8 سنوات معهم. طيب. وحتى قبل كم يوم من احتفلوا العراقيين بيوم 8/8 وبالانتصار العظيم، شفنا مواقع التواصل الاجتماعي بعض الحاقدين ومن اللي هم محسوبين على رفحاء وغير رفحاء اللي عايشين بامريكا وتنعمون هنا. حتى لا نبعد، حتى لا نبعد عن الموضوع يا ابو محمد، حتى لا نبعد. نعم نعم استاذ محمد. سيد ابو محمد، اليوم الموضوع بس حتى نكون تكون، نعم، حضرتك ايضا يعني بالصوره ويكون الكلام، نعم، بشكل ادق. اليوم الموضوع تم الافراج. نعم. اعلنت محكمه التمييز بديالة الافراج او براءه. نعم. براءه مرتكبي مجزره مصعب بن عمير. هذه المجزره. نعم. حدثت في عام 2014، راح ضحيتها 73 شخص مصلين بالمسجد، واللي ارتكبتها. نعم. ميليشيات معروفه للجميع. طيب، اذا كانت صحيح الميليشيا المرتكبه للانتهاك، المرتكبه للجرم، لمجزره يتم تبرئتهم بهذه الطريقه. نعم. هذا الموضوع يذكرنا بقضيه صارت قبل كم يوم، هي موضوع الإعلان. نعم. براءة أو الإفراج عن عناصر ميليشيا حزب الله اللي ألقت القبض عليهم الحكومة، وهم واقفين بصف منصات بجانب منصات إطلاق صواريخ أطلق سراحهم. وأعلنت محكمة الحشد، هاي محكمة جديدة أول مرة نسمع أنه شيء اسمه محكمة. نعم. الحشد، أعلنت براءتهم لعدم كفاية الأدلة. متى سيعاقب إذن من يحمل السلاح، من ينتهك القانون؟ شو وقت حيتحاسبون؟ يتحاسبون استاذ محمد لما نقضى على هذه الاشياء، تحرر من قبضتها وسيطرتها على الوضع في العراق. المحاكم اللي شكلت بعد 2003 هي كلها محاكم شكلها حزب الدعوه، وكلهم ناس منتمين لحزب الدعوه وللمجلس الاعلى، دخلوهم دورات. نعم. بالقضاء وبداوا يتعلمونهم للاساليب المليه وكيف انه يكون على القوانين العراقيه. نعم. يبرؤون الناس اللي من جهتهم، من جهتهم، والناس المسكينه والناس من الفكر الوطني. نعم. يسبونهم تهم تؤدي بهم الى الاعدام مثل ما حصل في المناطق الغربيه وغيرها. نعم. وابتدعوا قانون اسمه قانون 4 ارهاب. نعم نعم. فما نخلص استاذ، اذا ما تصير ثوره قويه على هذه الاحزاب وهذه الميليشيات ويتم طردها هذه الاحزاب الطائفيه، تحمل نفس ايراني. نعم. وانا اللي رجت لقضيه يوم 8/8 القصد اقدر اربط لك الموضوع استاذ محمد. نعم. انه شوف حقهم، لان دول العراقيين بهالمناسبه
قامت الدنيا ولم تقعد. شلون يعني بصنفوا لك المجتمع العراقي الى تصنيفات طائفية، دولة جماعة كذا، دولة ايتام البعث، ودولة شيعة اللي مناهضين لهم واتباع كذا وغيره من الامور والمسمعات بمزاجهم يقولون الامور ويرتبون. فاحنا قضية جامعة من يعني عمر لما صارت يعني من قاتل ايران هم العراقيون بالنهاية، اللي قاتلوا هم اللي كانوا بالجيش العراقي السابق، هم من كل أطياف المجتمع العراقي، من كل طوائفه، من كل قومياته، من كل انتماءاته، دافعوا عن بلدهم. اللي يعترض الآن حقيقة يذكرنا بحديث زعماء الميليشيات بالعراق اللي قالوا أنه إذا صارت معركة بيننا وبين إيران سنقف مع إيران. اللي لديه هذا الولاء، هادي العامري كان يقاتل يقتل بالعراقيين مع إيران، يقتل بالعراقيين مع إيران، وعاد إلى العراق بعد 2003 حاطط العلم العراقي على كتفه. هذه النماذج يعني يستحيل أن تقف مع العراق وتساند العراق وتفرح بانتصارات العراق، لأنه كانت هذه الانتصارات على حساب من يسموهم بالقادة، بالزعماء، بال يعني المولى بالنسبة لهم. تدرس محمد إشهدنا إحنا إرادنا نضيف المنطقة جنوب العراق من هاي النماذج. جنوب العراق مليء بالأوس القذرة والقاذورات أمثال هادي العامر وغيره. طيب. ومن يتبعونه. سيد أبو محمد أنا أكتفي معك بهذا القدر، أنا أشكرك وضحت الفكرة. السيد أبو فيصل من السعودية تفضل، حياك الله. فقدنا الاتصال. السيدة أم ذنون من سامراء تفضل يا أم ذنون. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. فقدنا الاتصال، للأسف فقدنا الاتصال مع السيدة أم ذنون، نتمنى مشاركتها مرة أخرى. طبعا مشاهدينا الكرام، المصادر مطلعة إذن أكدت أن السلطات الحكومية أطلقت سراح المدانين بتنفيذ مجزرة مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس بمحافظة ديالى بعد تمييز حكم الإعدام الصادر بحقهم وتبرئتهم. السؤال، على من يطبق القانون في العراق إذن؟ إذا كان المتهم بارتكاب جرم في العراق يبرأ، فمن الذي يدخل إلى المعتقل؟ القانون يطبق على من؟ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تحدث العام الماضي في عام 2019، ذكر بأنه تم تبرئة الكثير من المسؤولين الذين ألصقت بهم تهم الفساد وأثبتت عليهم أصلا تهم فساد بدفعهم مبالغ من المال. تم تبرئة ساحة هؤلاء المسؤولين الذين يعني كانوا متهمين بقضايا فساد بالإثبات وليست مجرد إشاعة. إذن هل يخرج المسؤول في العراق من التهمة لأنه دفع بعضا من المال؟ هل يسير القانون في العراق وفق هذا النظام؟ نظام من يدفع يخرج؟ طيب، هناك بالعراق من يدفع هذه الأموال لابنه المعتقل لكن لا يخرج المعتقل. ما الأسباب التي تقود القضاء في العراق إلى أو العدالة في العراق إلى إبقاء الأبرياء داخل السجون والمعتقلات وإخراج من هو ينتمي لحزب، من ينتمي لميليشيا، من هو دفع مال ربما أو لديه سلطة أو لديه نفوذ؟ على من يطبق القانون في العراق؟ هذا سؤال مهم حقيقة، يجب أن يعني نجد له إجابة لكي يفهم المجتمع العراقي والعالم كذلك كيف تسير الأمور في العراق. عندما تصف الأمم المتحدة القضاء العراقي بأنه قضاء فاسد، هذا وصف كبير جدا من منظمة أممية، من منظمة الأمم المتحدة، أعلى منظمة أممية في العالم. عندما تصف القضاء بأنه في العراق بأنه قضاء يشوبه الفساد، هذا اعتراف دولي حقيقي بأنه لا يوجد نظام قضائي في العراق. أستغرب حقيقة في بعض الأحيان من يتحدث ويقول بأنه لدينا أو القضاء العراقي الشامخ، يعني أي نوع من الشموخ يشمخ هذا القضاء؟ ما طبيعة عمل هذا القضاء العراقي عندما يحكم على المظلوم بالإعدام وبالمؤبد ويفرج عن الذين ارتكبوا مجازر وانتهاكات؟ السيدة أم ذنون من سامراء عادت مرة أخرى، تفضلي. ألو، تفضلي، من وياي؟ أم ذنون. أم ذنون تفضلي يا أم ذنون.
أقول لك أخي محمد، أنا عندي وليد معتقل 2017. نعم. وقالوا لنا بالمطار يعني، وهسه ماكو يعني مواجهات وما فتحوا لها ساعه راح نواجه. نعم. ويطلعوهم يعني يطلعوهم بلا القناه الرافدين يكتلون بهم، ويعني احنا صايرين كابه وغاديين فد نوب. نعم نعم. شنو السبب يعني اللي اخذوه بي اعتقلوه بي؟ والله خذوه هيك قالوا يعني كحشوهم وخذوهم، واليوم 4 سنين وما شايفي وعند اطفال ومره. طيب. وجاعدين اجار وحالنا فدنا. اريد مصطفى الكاظم بس اليوم زار السجناء يسوي لنا حال. نعم نعم. الله يكون بعونكم يا ام ذنون، انا اشكرك للاتصال. لدينا رساله من السيد ابو حاتم من الموصل يقول: بعد التحية والسلام، العراق من أقوى دول الشرق الأوسط بإدارة الدولة والقانون والاقتصاد والسياسة والثقافة والقوى العسكرية لحماية سيادة دولة العراق، وتآمرت على العراق بعض دول الجوار بواسطة هؤلاء الكذا الفاسدين، قطاع الطرق، سراق المال العام، القتلة، ذيول إيران، المأجورين من قبل دولة الاحتلال الأمريكي والبريطاني وأعوانهم من دول الغرب بقيادة الإدارة الأمريكية. الاحتلال سلم العراق لإيران جارة السوء بواسطة هؤلاء القتلة في الخضراء، وتتحمل مسؤولية إعادة العراق لأهله الوطنيين العراقيين كاملا عاجلا أم آجلا الإدارة الأمريكية. والسلام عليكم. في رسالة لدينا من فاتن من ألمانيا تقول: السلام عليكم قناة الرافدين العظيمة أستاذ محمد. الميليشيات في العراق، أنا كاتبة كلمة حقيقة ما فهمت شنو معناها قبل الميليشيات، لكن يعني معنى الرسالة أنه إذا أزيحت الميليشيات في العراق سيستقر. شكرا لك سيدة فاتن. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة أنت سأل السؤال، هل يوجد قانون في العراق؟ نعم. لا يوجد قانون بالعراق. العراق لا بي قانون ولا بي عدالة ولا بي هذول اللي يحكمون المظلومين بالسجناء. لو اكو عداله كان السجناء الموجودين كلهم بريئين هذول، لكن اللي هم يرتكبون الجرائم واللي هم يبوقون البلد هم برا، هم عايشين ويا هذا. طيب ويا يعني وضحينا هاي الاجابه بسؤال: على من يطبق القانون في العراق؟ يطبق على الناس المظلومه، على الناس المظلومه. لا. المظلومين كل المظلومين والابرياء هم في السجون من 2003 الى هسه، لقطوهم تلقط لانه انتقام كان من 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 صدر وجماعته الى كل من اجى بالحكم. هم لموا هالجماعه على اساس هذول كلها من جماعه صدام. ولهذا ترى السجون من 2003 الى هسه كلها ابرياء، كلها ابرياء. اما الظالم والكافر واللي فوق هو يعيش ويا مجتمعهم هذا المتلائم وياهم، لان هم مجتمعهم الخيانه والبوق والنهب والسلب والقتل. هم اجوا لهذا المبدا، مبداهم بالحكومه انه يبوقون ويسلبون ويقتلون ويخربون البلد. ما عندهم مبدا انه يعيشون بعيشه طيبه او يعيشون البلد بعيشه طيبه. طيب سيده ام ازهار، كيف او متى سيحاسب مصطفى الكاظمي هذه الميليشيات التي هي خارج عن القانون، تحمل السلاح، ترهب العالم، تقتل الناس، تعتقل، تخطف، تغتال؟ يعني متى سيحاسب، اذا كان سيحاسب، في حال وجود هكذا نظام قضائي يفرج عن المنتهكي، يفرج عن منتهكي القانون، يفرج عن المجرمين المذنبين؟ القضاء الكاظمي ما يقدر يمنع هذول، لانه هم مهددين اصلا، يهددون. القضاة عندهم مجموعة ملفات. نعم. مو ملف واحد، مجموعة ملفات مال الابرياء كاتبين خليها على كتر، ما 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 ما
يطمعنون بها. ياخذون الى ياخذون الملفات مال هذول اللي هم كل شيء عندهم. اللي يعني ما عندهم اي شيء، بس هم الكاظمي هسه هو الكاظمي حيخلص نفسه من الجماعه اللي دائما يلفون ويردون يطيرون من الحكم. ليش؟ لانه بدا هذول السياسيين والاحزاب ما يردون، هذا مستقل ما عنده حزب، لكن هذول الحزبيين والسياسيين راح مقاعدهم كلها راح تروح، ولهذا راح يحاربونه ويحاربونه وما يقدر تبقى في مطاف الريح الى ان الله يفرجها علينا ان شاء الله. شكرا جزيلا سيده ام ازهار من بغداد. السيده ام تبارك من صلاح الدين، تفضلي يا ام تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحييكم على القناة العظيمة وعملية. الله يسلمك. أستاذ محمد. نعم. لما أحمد اتصل عليك من صلاح الدين. نعم. يقول لك الكاظمي يشتغل. إي. وين الشغل اشتغلت؟ إحنا نزلنا أربع ساعات، لحد هسه إحنا نازحين. نعم. السراية قاعدة ببيوتنا. لما نصف الكاظمي يشتغل غير على السراية. نزلنا أربع ساعات، هسه إحنا نازحين من أمراض السامرة. نعم. نعم. سامرة جماعة جلام الدور نازحين ما رجعوا. نعم. جلال سامرة نازحة، أغلبية الناس نازحة بعد السامرة والميليشيات والسرايا قاضي مناطقها. وين يعني وين شغل الكاظمي؟ نعم. لما أحمد يتصل من صلاح الدين ويبدا الكاظمي يشتغل، وين شغل الكاظمي؟ نعم. وعندنا معتقبات وسرقوا أموالنا كلها سرقوها. طلعونا اي شيء ما تخلينا نطلع. اعتقلوا ابنائنا مواليد 2001 اعتقلوها. من 2014 ولحد هسه شيء معتقل. نعم. عندنا نحن من 2014 لحد هسه ما ادري بيهم وين. نعم. يعني احنا لما نتصل نجيب وين الشغل مال الكاظمي؟ الكاظمي حاله على الربعه. على عائلة حجر العبادي وسليمان وجماعته يشتغل شغل وين سواه؟ نعم. جماعة جبل صخر ما رجعوا، الموصل ماكو تعمير، سامرة شوارعها ما فيها تعمير، مستشفيات ماكو. نعم. شكرا جزيلا سيدة أم تبارك، حقيقة يهمنا جدا جدا مهم بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع العراقيين المشاهدين المتابعين أنه يردون أبناء المناطق اللي يطلع منها أحد يقول أنه فلان مسؤول دا يشتغل ودا يعمر وهم دا يشوفون المأساة الحقيقية اللي هم عايشين بها. ضروري جدا حقيقة أنه تأتي هذه الاتصالات لتفند هكذا إشاعات، هكذا ربما يعني معلومات خاطئة إذا صح وصفها، أنه يحاول منها، قد ربما خرج بحسن نية الرجل ليتكلم لكن أوصل فكرة خاطئة أنه مصطفى الكاظمي لأنه رجع لأن رجعت شوية وظائف بصلاح الدين فشعر بأنه الحياة صارت وردية في العراق. ناس مهجرين نازحين في محافظة صلاح الدين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب ميليشيا سرايا السلام اللي تابعة لمقتدى الصدر، وجرف الصخر أهلها ما يقدرون يرجعوا لها بسبب ميليشيا حزب الله. يقول بهاء الأعرجي بأنه الميليشيات أقوى من الدولة. طيب الميليشيات أقوى من الدولة، هذا كلام لشخص مسؤول سابق وهو يعلم حقيقة الأمور في العراق، وبالطبع رئيس جهاز المخابرات السابق اللي هو مصطفى الكاظمي يعلم كذلك أكثر من بهاء الأعرجي بحقيقة الأمور والأشياء في العراق. فلماذا حتى هذه اللحظة نرى الميليشيات تتمتع بحرية مطلقة بالتعامل بالتحرك في العراق دون أن يقف مصطفى الكاظمي كما وعد بحصر السلاح بيد الدولة، دون أن يقف بوجهها ودون كذلك أن يقف بوجه القضاء العراقي أو القضاء الحالي الفاسد كما تصفه الأمم المتحدة. السيدة أم مريم من الفلوجة تفضلي. أهلا وسهلا، حيكم وحي القناة وقناة الشريفة. الله يسلمك. احنا يعني نحكي عن السجناء. نعم. اليوم سجن النافذية والمطار يعني كلها أمراض كورونا، يعني أنت تربت تشوف
هم ينتظروا ما يطلع طعام في الظهر. يعني لا احنا ما دينهم علاج، لا ما دينهم يعني والسجون هنا يعني ماكو لا الى علاج، لا يعني حتى كل شيء ماكو بالسجون. يعني هم شنطه يعني هو استشاري يعني ما ينطعفوا. طيب ليش سيدة أم مريم، ليش دا نشوف أنه ماكو عفو عام للأبرياء وأكو براءة لمن يرتكبون مجازر ضد العراقيين؟ شلون دا نشوف هاي؟ شلون تشوفين هذا الموضوع؟ أشوف هذا يعني فساد. نعم أشوف يعني فساد. يعني أكو هواي ناس أبرياء، أكو هواي ناس أبرياء يعني طبعا بيوتهم وأخذوهم. نعم يعني قالوا عندهم أمهات، يعني حتى يعني حتى النساء يعني حتى النساء قالوا عليهم أمهات، يعني مغيث يعني يتطورون هذا يعني كيان الثاني بالحكومة. يعني أنت بالذات من الأنبار يعني عانينا من ظلم، عانينا من كل شيء، يعني عانينا حتى من بيوت قاعدين يعني حتى بيوت مستويين ما حد انطالنا. طيب ما صاير هاي، يعني كل الدول انقطعت عفو الا هم العراق ما انقطعت عفو. وصلت الرساله يا سيده ام مريم، انا اشكرك من الفلوجه، شكرا جزيلا. السيد ابو كريم من الفلوجه ايضا، تفضل يا ابو كريم. شكرك استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اخي استاذ محمد، هذه احنا ما عندنا حكومه. نعم هاي حكومه العصابات سوتها الامريكان. نعم. هاي سوتها الامريكان من تقاتلنا وياهم هاي الساعه. نعم هذول ليس حكومه، هم عصابه جايبتهم امريكا وكلها تحت اشراف امريكا. نعم المسجون تجيب الامريكان بامر هذول مخلينهم قدامهم، تجيب فلان ودي فلان. ما عندنا الا نعم. الا تصير حرب طائفيه الاخير بحقوه يلا دي الساعه تصحى. بس هذا مو حل يا ابو كريم، هذا مو حل، هذا مو حل. مو أنا بالمنطقة أستاذ محمد. نعم أنا معايشة، صار أنا تأثرت من قبل الأمريكان، تأثرت من قبل الحكومة. نعم هاي الميليشيات. نعم يعني ما أنا إذا أبني هسه يصير وياهم أذبحها. يعني الطائف الحرب الأهلية اللي صارت بال 2005 إيش حققت للعراقيين غير الدم؟ وقوت 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 مكان الحكومة، قوت مكان السلطة. صح أنا وياك، بس استاذ محمد شنو حلها؟ الحلها بدل ما نقول يا سيد ابو كريم، حضرتك رجل فاهم وواعي، بدل ما نقول انه تصير بيناتنا حرب اهليه حتى تنحل، لا ليش ما نقول انه نوقف كلنا يد واحده ضد سلطه فاسده؟ ما يقفون ويانا استاذ محمد، ما يقفون ويانا. من هم اللي ما يقفون وياك؟ الحكومه نص ثلاث ارباع العراقيين مو هذا، ما يقفون ويانا. مو هذا الكلام، بالعكس يا سيد ابو كريم، اللي صار بثورة تشرين من 1/10 لغاية هذه اللحظة هي مستمرة. كانت ثورة دخلوا بيها كل العراقيين، يعني مدينة الفلوجة في بداية ثورة تشرين دزت مساعدات إغاثية للناس، ما قامت تقول ذولا من الجنوب أو ذولا الشيعة أو ذولا كذا. لا ماكو. طيب إذا هذا الكلام يعني غير دقيق إنه يطرح يا سيد أبو كريم. قصدي أنا أحكي لك على هاي الميليشيات. ما تخلص، والله ما تخلص إلا نقاتلها. نعم أنا أشكرك يا سيد أبو كريم من الفلوجة، وصلت الفكرة. الميليشيات هي جزء من الدولة، هي ليست الشعب حتى نقول إن إحنا داخلين بخلاف وياهم. الميليشيات هي جزء من هذه السلطة، هي والسلطة توضع في خانة واحدة. عندما ينظر إليها المجتمع العراقي ينظر إلى الإرهاب الحاصل، ينظر إلى الرعب الموجود في الشوارع، إلى خوف المواطن على حياته بأنه بأي لحظة ممكن يخطف، يعتقل، يغتال. هذا بسبب وجود ميليشيات ترعاها السلطة، تقننها السلطة. يعني تقنين أو وضع قانون للحشد من قبل البرلمان هو مساعدة من السلطة الرسمية نظريا لمجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون
بوضعها في إطار قانوني وتوضع تحت اسم تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. إذن الشعب العراقي هو شعب متوحد فيما بينه، وأدلة كثيرة وأمثلة كثيرة أظهرتها ثورة تشرين ضد هذه السلطة، لكن الميليشيات هي طرف بعيد تماما عن الشعب، هي جزء من عملية سياسية. السيدة أم نصير من كربلاء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يسلمك. نتوصل صوت المظلوم لل تفضلي للدولة هذه للسيد نعم. عندنا انا ولد اثنين، واحد الشهر العاشر انفقد بيام الظهر. نعم. اسم الله انفقد ولا حد الان. نعم. وواحد استقلوه اجى بطريقه وحشيه للبيت. من امه؟ جرائم كربلاء مع الحر عسكري حقوق. نعم. زين وخذوه حقوله تهمه كودا طلعوا بالمظاهرات حقوله شوف كيف شنو شنو تهمته؟ وقت الله منتهم محترف عليه وبصوت وقال سيدة أم نصير، مدى أفهم، علي صوتك لو سمحتي وبس يعني شوية. نعم. أي يعني قال احترف على هاي الدعوة هذه مشكتي بس ما طلعت الحاجة من عندها، هو طفل موارد ألفين. طيب زين واحترف خذ الكلام، هو طفل احترف خذ الكلام حكمه سنتين. سنتين طالب واحد فقد واحد محكوم سنه وانا ما عندي غيرهم. نعم نعم. واحد محمد عباس بيد واحد الدكتور عباس بيد. نعم. الاستقلال الدكتور عباس عبدالزيد واللي فقد محمد عباس عبدالزيد، واحنا نطالب بالعفو، احنا نطالب اولادنا مرض كورونا بالذات التسيرات مال كربلاء. نعم. موجود اليوم خابرات والله مثل الخابرات قالوا مرة أخذ الحديث من ثلاثة كيفهم. نعم. زين. نعم. احنا نطالب الكاظمين، نطالب الدولة، نطالب الخيرين. نعم. احنا أمهات وإحنا أولاد وإحنا فينا. الله يكون بعونكم يا أم نصير. الله يكون بعونكم. محمد هذا بعد قديم الله يعني. إن شاء الله صوتكم يوصل يا أم نصير. أنا أشكرك سيدة أم نصير من كربلاء. ويانا كريم من النجف، تفضل يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة اسمحنا بيها. تفضل. عنوانها غلس غلس لا نزيحك. مع بريمر لفونه كومة من أحزاب. ثوار الدعوة ناضلة ومضحين. ابشر يا شعب رفعوا شعار يقول العراق عراقنا نفديه منذورين. لجلك يا وطن عارضنا دكتاتور وسرفنا الذراع اليوم متحزمين. وبريمر كشفهم حفنا من سراق ذولا بلا عقيدة ولا سياسيين. أفنديهم معقل معمم وسروار حرامية طلعوا عنها متفقين وكذابين كذابين. هذول بلا عهد لا مستحى ولا دين ولا ضربت نزاهة بيهم من السر فطاحل بالخمر ايتام محترفين. ما همهم شعر حصار سنين ولا ايتام طرهم بين متعذبين. هاك اعمالهم تتصدر الارشيف تسولف لك سوالف بيش متورطين. اولا كعكة قسموها والبلد مجروح محاصص قطعوها وفرهدوا للحين. ثانيا العقارات وأراضي مطوحر الأوغاد ومسكننا صفة بيت التنك والطين. ثلاثة مجازرهم كبيرة ويشهد التاريخ الحويجة بايكر سارية وطيارين ومجازر بالنجف بالبصرة والذيقار ظلت عار بقصصهم مياشين. عملوا كل شيء سيء باعوا الحدباء الأنبار الدعش كلها وصلاح الدين وعلى جرف الصخر تترادم الأحزان. رجالك يا عراق هناك مخطوفين مفجوع العوائل ما تصلها أخبار مصير ابنائهم عدلين لو ميتين. اثنين عجاف مرت رادوا يعرفون زوجات أمهات آباء مفجوعين. الحكومة ساكتة
تناشدها هاي الناس الأمر بأم الفرس والقصة هاي سنين جاوين السيادة وعنها تحدثون حكومتنا بأمر إيران تأتمرين وين الكاظم اللي واعدنا بالأفعال ويعرفهم هذول ذيول منبودين راحوا غردوا هددوا شخصيات وقدام الحكومة استعرضوا ماضيين وقيس القال غلس لا نزيحك عاد عيناك فترة وياك متوهمين حرقوا صورتك يا الكاظمي وتشوف قائد عام هانو ما هم مبالين كم تاني دفاع وداخلية والشعب غضبان بعد ما ظل عذر وتمادوا الطاغين 900 شهيد وجرحى بالآلاف لأن رادوا وطن من طلعوا بتشرين سلميين هدفوا ورادوا التغيير حناجرهم دوت وتصيح مظلومين ما ننسى هشام ولا ابن مجذوب مهند فاهم وقائمة مغدورين وهادي المهدي ثائر بعد ما ننسى الدمعات اللي ثامن شيع الطيبين ولا كشفوا هذول القتلة والثوار وكل احنا نعرفهم ذولا أرجنتين ما صارت ولا هي صايرة يا ناس دولة بطن دولة بيش مطلوبين بعد ماكو أمل يا شعب تترجع وصلت للعظم أصبحنا منكوبين قوم عليك يلا ورخص الأرواح ثورة عارمة إلها إحنا ملهوفين رخيص أرواحنا ننطيها لأجل الدار ونفدى أولادنا للوطن ومقصرين نطهر تربتك من حفنة الأنجاز وتعود بهيبتك وعيالك معيدين ترجع مزدهر وعيالك معيدين والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا يا سيد كريم وصح لسانك على هالكلام حقيقة وأبيات شعرية جميلة جدا حقيقة وفيها كل المعاني وكل القضايا، يعني اختصر قدر المستطاع وأوجز أيضا حقيقة ما يحدث في العراق والمأساة. طيب شاكر من بغداد تفضل يا شاكر. أخي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. شلونك اخي محمد اخبارك؟ الله يبارك بيك الحمد لله. انا بس اقول عاست ايدك وعاست شلونك يا كريم يا نجف على هاي القصيده الطيبه الحلوه. نعم نعم والله هزت مشاعرنا وهزت قلوبنا لان كل ان هذا العراقي وطني، هذا العراقي يحب وطنه ويحب تراب وطنه، لكن لمن نسولف يا اخي محمد؟ صحيح المن نسولف نسولف الحكومة لا حكومة والله ما أقول استغفر الله ليش أقول حكومة أقول دولة عصابة الخضراء. نعم العصابة الخضراء هم لو عندهم شرف وغيرة مو ضباط عراقيين تكتل بيهم كتلة على حدود تركيا وما هزت مشاعرهم لا هزت كل شيء من عندهم. تروح للصحة، الصحة منقوح لا أدوية لا علاجات لا أكسجين لا كل شيء. طيب تدري يا اخي محمد اني نومت ابني بالمستشفى مال كاظمية بغداد. نعم رحت نومته 7 ايام والسبع ايام رحت هناك ابني اروح اشتري له المخزي من برا، هذا المخزي اللي حشاك انت وحش المشاهدين اللي يستمعون انهم المتصلين اللي تلقاه بالشارع المشمور اروح اشتري من برا نصلي لاخر برا. نعم هو القانوني يا اخي احنا ايش بنسولف يا اخي محمد ايش بنسولف؟ نعم وينك وين احنا ما عندنا لا حكومه لا عندنا سياسيين، عندنا حراس، عندنا سلاح، عندنا حراميه، عندنا لصوص خضراء. نعم سيد شاكر أنا أشكرك أعتذر منك أيضا لأن الوقت شارف على الانتهاء حتى نستفيد من أكبر قدر من المتصلين. سيد جاسم من جرف الصخر تفضل يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. شلونك أستاذ محمد؟ الله يبارك بيك الحمد لله. أستاذ محمد أنا أشكر هذا المتصل من أهل النجف. نعم هذا إنسان مو طائفي وشريف وحتى بجرف الصخر إحنا كنا أخوان سنة وشيعة والله ما كفرت. صحيح. والله ما صحيح. كفرت وبالنسبة لنا أهل جرف الصخر إحنا حتى القاع متجاسمين هبيناتهم هسه والله عجب الله كل من ناخذ حصة. نعم يعني مسوينها جلد ديمغرافي تغيير ديمغرافي وما يطوها إلا الله قادر هاي وحدة. نعم وثاني أستاذ ليش ما ينطر ما ينطون عفو والله ما ينطون أكو ناس أخذوها اقتلوها يعني ذبحوها راحت. نعم نعم
ناس يعني قلنا كذا ننصعف وهاي باكر باكر هم راح يقولون لنا وين دول يعني مقابر سووها بدفن صخر والله مقابر استاذ والله نعم قال له لا نعم نعم واحنا صار لنا هاي 7 سنوات لا هم معوضيننا وقالين لنا يابا مالكم اراضيكم روحوا ولا هم مراجعيننا واحنا ما لنا غير بس الله وللجهات هاي مال جهاتكم المختصه دعاتكم مشاركه صوتنا نعم سيد جاسم أنا أيضا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة نتمنى صوتك يوصل السيد أبو علي من نينوى تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سعد شلونك الله يبارك بك الحمد لله سعد أنا من مخيم حسن شام نعم أنا صار 4 سنوات نعم ما حد ما بانا ولا حد تحانا مرتفعنا 25 متر عنا نعم انت يعني ابو علي حضرتك متر. من الجانب الايمن لا لا انا تابع يعني المناطق سهل نينوى سهل نينوى الحشد الشبكي ايه هناك دا يسوي افعال واشكال ها الحشد الشبكي اللي تابع لما يسمى بالحشد الشعبي هاي الميليشيات دا يشتغل هناك بسهل نينوى ومسيطر والله احنا هاي شغلات ما بس احنا ساعني ساكن بالمخيم نعم مخيم حسن شام يعني صار لنا 4 سنوات ما حد ما بانا ولا حد بحالنا هنا لا مساعدات لا حسن دمرتنا نعم من السجوال نعم يعني شغل ماكو لا غذائية كل 45 يوم يلا يجيبون سلة غذائية الله يكون بعونكم يا أبو علي الله يكون بعونكم أنا أتمنى صوتك يوصل يا أبو علي وما يوصل للحكومة الحكومة بعد ما منها رجع يعني يوصل للمنظمات الإغاثية حقيقة المنظمات الإغاثية إذا كانت قادرة على إيصال المساعدات للمخيمات مخيمات النازحين مخيم حسن شام وباقي المخيمات العراقية طبعا نتمنى هذا الصوت يصل إلى هذه المنظمات الإغاثية الإنسانية قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات نكرر 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء